الكتاب المقدس في عام واحد، اليوم السادس عشر. فضلة القلب. أردت لسنوات كثيرة أن أقابل بيلي جريهام، ولكني لم أفعل. وقد شعرت بشرف بالغ عندما اكتشفت أنه كان يتابعني على تويتر. طبعاً تابعته أنا أيضاً. أنظر إليه كأحد أبطال الإيمان، وهو أعظم مبشر في التاريخ. فقد تكلم مع عدد من الناس عن يسوع يفوق أي إنسان آخر في التاريخ الحديث. لقد سمعت بيلي جريهام يتكلم مرات كثيرة جداً. في كل مرة أنصت إليه فيها يأتيني إلهام جديد. كان يقول أنه قبل أن يتكلم يحب أن يملأ قلبه، يحب أن يعد مادة كافية لخمسة أحاديث لكي يقدر أن يتكلم من فيض قلبه. بحسب يسوع القلب هو المهم، لأنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولكن كيف تخزن أموراً جيدة في قلبك؟ الأمثال الأصحاح الثاني من عدد واحد إلى عدد أحد عشر. يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. خزن كلمة الله في قلبك. هل تشتاق لأن تعرف الله بصورة أفضل؟ هل تحب أن تكون أكثر حكمة، أكثر مهارة، وأن تكون لديك معرفة وفهما أكثر؟ أود أن أشجعك حتى تكون لديك عادة قراءة كلمة الله يوميا. يحثنا كاتب الأمثال: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، ماذا تحتاج أن تفعل؟ تحتاج أن تخزن كلمة الله داخلك، تحتاج أن تقبل وتصغي وتطبق، تدعو وتبحث، تبحث عنها مثل منقب يبحث عن الذهب، مثل مغامر يصطاد الكنوز. وهذا يتطلب وقتاً والتزاماً. خصص وقتاً معتاداً لقراءة الكتاب المقدس، وضعه في جدولك بصفته أولوية قصوى. بما يعد الله إن فعلت هذا؟ تجد معرفة الله. بسبب شخصية الله نجده يعطي حكمة وفهماً، نصرة، حماية وتوجيهاً. إنه يعد أن الله يحفظ طريق أتقيائه ولإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب. ساعدني يا رب كل يوم لأقضي وقتاً معك ولأطبق تعليم الكتاب المقدس في حياتي. متى الأصحاح الثاني عشر من عدد 21 إلى عدد 45. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين،
فأبناؤكم بمن يخرجون، لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولاً، وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم، كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم، إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين، يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم، جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلى آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمناداة يونان، وهو ذا أعظم من يونان هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول، أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. استمر في أن تكون ممتلئا بالروح القدس. الكلمات التي تقولها هامة جدا. كتبت جويس ماير، كل كلمة تقولها يمكن أن تكون طوبة للبناء أو جرافة للهدم. أيا كان الشيء المختزن في قلبك، فستعبر عنه كلماتك إن آجلاً أم عاجلاً. كن حريصاً تجاه ما تنظر أو ما تقرأ أو حتى ما تفكر. املأ قلبك بأشياء جيدة، وستفكر أفكاراً جيدة، وتتكلم بكلمات جيدة، وتحمل ثمراً جيداً. يقول يسوع، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. سياق تعليم يسوع القائل أنه من فضلة القلب يتكلم فمه، هو تعليمه بخصوص الروح القدس بصفته عكس الأرواح الشريرة. لا يمكنك أن تغير نمط تفكيرك بنفسك، أنت بحاجة إلى معونة الروح القدس ليملأك بمحبته وبالثمر الجيد. نفهم ما يقوله يسوع، أن الخطية الوحيدة التي لا تغفر هي مقاومة الروح القدس في كل حياتك. غالباً ما يقلق الناس بشأن ما إذا كانوا قد اقترفوا الخطية التي لا تغفر، لكن إن كنت قلقاً بشأنها ففي الغالب أنت لم تفعلها. لا توجد خطية لا يمكن مغفرتها. إن تبت وطلبت من الله الغفران، الخطية الوحيدة التي لا تغفر هي أن ترفض أن تتوب وتعود للمسيح، مقاوماً روحه القدوس عبر كل حياتك. يستخدم يسوع وصفاً عن كيفية عمل الأرواح الشريرة ليحذر من خطورة العودة لحياتنا القديمة.
بعد أن يكون البيت قد تطهر، يحذر يسوع من أنه عندما يعود الناس لخطيتهم القديمة غالباً ما يقومون بهذا بشكل أكثر إفراطاً، وأنه تصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. يعد الفريسيون ومعلمي الناموس مثالاً على هذا، فقد رأوا بالفعل القدر الوفير من العلامات المعجزية من يسوع، لكنهم رفضوا أن يعترفوا بأن قدرة يسوع هي بعمل الروح القدس. وعندما يقولون ليسوع نريد أن نرى منك آية، فكأنما يضعون يسوع تحت الاستجواب، لكن يسوع يقلب المائدة عليهم إذ يقارن نفسه بنبي العهد القديم يونان، مشيرا إلى ما سوف يحدث سريعا، موته وقيامته بعد 3 أيام. قيامة يسوع هي العلامة القاطعة على هويته. يقدم يسوع دراسة حالتين من العهد القديم ليبين أن الفريسيين بالفعل لديهم الدليل الكافي. الأولى عندما وعظ يونان أهل نينوى فغيروا حياتهم، ويسوع أعظم من يونان. والثانية اعترفت ملكة سبأ بحكمة سليمان، وحكمة يسوع أعظم من حكمة سليمان، فلم يحتاجوا ولا نحن دليلاً أكثر. إنه الروح القدس هو الذي يتخلص من القوة الشيطانية. حارب المعركة اليومية وقاوم الشر وأطلب أن تمتلئ بالروح القدس. المحك الذي يدل عما إذا كان قلبك جيداً هو ما يخرج من فمك، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. يقول يسوع لهم لكم أذهان مثل جحر الثعابين. كيف تظنون أن ما تقولونه يصلح لأي شيء بينما أذهانكم تفكر بحماقة؟ إنه قلبكم وليس القاموس هو الذي يعطي معنى لكلماتكم. الطريقة الوحيدة لتتأكد من أنك تقول الأمور السليمة هي أن تتأكد من أن قلبك ممتلئ بالروح القدس. ساعدني يا رب لكي أملأ قلبي دائماً بأمور جيدة وأن أحرسه من الشر. أصلي اليوم لكي ما تملأني ثانية بالروح القدس. التكوين 32. وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله، فدعا اسم ذلك المكان محنايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو وأخيه إلى أرض سعير بلاد أدومة، وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك و400 رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين. وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه 220 تيسا 220 نعجة و20 كبشا 30 ناقة مرضعة وأولادها 40 بقرة و10 ثيران 20 أتانا و10 حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة. وقال لعبيده
اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا: لمن أنت؟ وإلى أين تذهب؟ ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: لعبدك يعقوب، هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا: بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه، وتقولون: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا. لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى أن يرفع وجهي. فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة. ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوقة. أخذهم وأجازهم الوادية، وأجاز ما كان له. فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه، ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النساء. التكوين الأصحاح 33. ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى راحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادها وراءهم، وراحيل ويوسف أخيرا. وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه. فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ فقال: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا. ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا. وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجدا. فقال: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال: لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو: لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب: لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله، فرضيت علي. خذ بركتي التي أتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء. وألح عليه فأخذ. ثم قال: لنرحل ونذهب، وأذهب أنا قدامك. فقال له: سيدي عالم أن الأولاد رخصة، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فإن استكدها يوما واحدا ماتت كل الغنم. ليجتز سيدي قدام عبده، وأنا أستاق على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي، وفي إثر الأولاد، حتى أجيء إلى سيدي إلى سعيرة. فقال عيسو: أترك عندك من القوم الذين معي. فقال: لماذا؟ دعني أجد نعمة في عيني سيدي. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعيرة. وأما يعقوب فارتحل إلى سكوتة، وبنى لنفسه بيتا، وصنع لمواشيه مظللة. لذلك دعا اسم المكان سكوتة. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان، حين جاء من فدان أرام. ونزل أمام المدينة، وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمورة أبي شكيم 100 قسيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إلى إله إسرائيل. صارع مع الله في الصلاة. هل تواجه خوفا كبيرا أو قلقا شديدا في حياتك؟ واجه يعقوب موقفا مقلقا جدا، فقد اختلف بشدة مع أخيه عيسو،
وخاف لئلا يكون عيسو قد خرج لينال منه. لقد خاف يعقوب جدا وضاق به الأمر. كان يعقوب رجل صلاة بالرغم كل خطاياه، إلا أنه كان يعرف الله. لقد اعترف بعدم استحقاقه: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. لقد صلى وصدق وطالب بوعد الله: نجني من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين. وأنت قد قلت: إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وقد استجيبت صلاته بأكثر مما كان يتخيل أيضا. ليست الصلاة دائما أمرا مباشر، أحيانا تبدو مثل يعقوب. علينا أن نصارع مع الله، ربما تكون مكلفة من حيث الوقت والطاقة، وهي تتطلب العزيمة. قال يعقوب لله: لا أطلقك إن لم تباركني. ولكن قيل لنا نحن أيضا أنه من ذلك الوقت فصاعدا كان يعرج. ربما يكون أقرب مكافئ في العهد الجديد هو شوكة الرسول بولس في الجسد، والتي طلب من الله أن يزيلها 3 مرات. ضعفاتك أو هشاشتك لا توقف استخدام الله لك. في الواقع غالباً ما يستخدم الله ضعفاتنا أكثر من قوانا. لم يزل الله شوكة بولس من الجسد، بل قال له: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. ربما تشعر أن لديك شوكة في الجسد، أو تبدو أنك تعرج. قد يكون لديك شيء من الهشاشة أو عجز ما. تقول جاكي بولينجر أنها لا تثق في أي شخص لا يسير أعرجاً. فغالباً من خلال الصعوبات والإحباطات والصراعات يتم تغيير قلوبنا، ونحن نرى تحولاً في حياة يعقوب بعدما صارع مع الله. لقد تغير موقفه من نحو أخيه تماماً. بعدما تم تحقيق النصرة في الصلاة، بدا كل شيء أنه في مكانه. حدث لم شمل ومصالحة رائعة، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. لقد تغير موقفهما تجاه بعضهما تماما. يقول عيسو: لي كثير، يا أخي ليكن لك الذي لك. فيرد يعقوب: لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله، فرضيت علي، خذ بركتي التي آتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء. وألح عليه فأخذ. أشكرك يا رب لأنك إله يستجيب صلواتنا. ساعدنا كيما نصارع في الصلاة مثل يعقوب. أصلي يا رب لكيما تجلب المصالحة في كل علاقاتنا مع إخوتنا وأخواتنا في المسيح، وليتكلم فمي من فضلة قلبي. كانت علاقات يعقوب مع أبويه وحميه وأخيه بعيدة جداً عن أن تكون كاملة، ولكن من خلالها كلها نرى محبة وعناية الله بهم. بعدما صارع مع الله في الصلاة نرى تواضعاً جديداً في يعقوب. لأول مرة نقرأ عنه أنه يعطي بدلاً من أن يأخذ فقط.